سيد كم كم تو كيس مي. ثقافة الاختلاف مش موجودة عند الشعب المصري. يعني هنقضيها نسوان بترد على بعضها؟ يا مساء الهنا والدلع والحب على عيونكم كل مشاهدينا مشاهدين برنامجنا نفسنا. اهلا بالضيوف اللي منورينا في برنامجنا واهلا بصحباتي الحلوه. اهلا يا شوشو. انتوا ليه مسودينها النهارده كده؟ مش عارفه جت صدفه والله. لا بس هي كسره بالابيض. الاستاذ تامر حسني في كليب كان كليب اللي كان لابس فيه كده. لا كان لابس بالظبط نفس السدير ده والله. ولا حد فاكر على مين ولا بقى. لا المشاهدين اكيد فاكرين. المهم وعايزه اقول المشاهدين طب اغنيه ايه؟ لا ما انا مش فاكراها كليب كان ايه بس هم اكيد فاكرين اكيد فاكرين. عندنا النهارده مواضيع حلوه جدا ومهمه وهم في حلقه النهارده من نفسنا هنتكلم عن ازاي تخلي جوزك يسمع كلامك. النهارده هنتكلم على ازاي تمسكي الديل وتعدليه او هيمشي معاكي حاجات ما تعملهاش وانت بتظبط. ما ترتبطيش بيه عاطفيا ارتباط يوجعك بعد كده. حاجات عجيبه تعلمناها في المدرسه. كنت بجيب الاكياس البلاستيك دي واملاها ميه وزو وزو وزو. انت متاكده انك كنت في مدرسه؟ لقاء مع الممثل عمرو القاضي. يا عم مش نعم. انا كل اللي قلته في فقره المدرسه ده كده طبعا مش انا واللي جاي كده مبدئيا. اول موضوع معانا ازاي تمشي جوزك على عجيد ما يلخبطوش. يعني ازاي تخلي جوزك يسمع كلامك. طبعا في امثال كتيره قوي بتقول انه ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه ونهيتك ما انتهيت والطبع فيك غالب ودي للكلب ينعدل لو علقه ما ينعدل ينعدل. ما احنا نقول بقى انه هينعدل في الفقره دي هنعدله هنعدله اللي هو مين؟ جوزي. مش قصدنا حاجه وحشه. فاحنا هنقول لكم الفقره دي ايه الحاجات اللي تعمليها علشان جوزك يسمع كلام. النهارده هنتكلم على ازاي تمسكي الديل وتعدلي. فازاي تعدلي جول جول ديل جوزك المال عشان تجيبي جول. استعملي معايا سياسه استعملي معاه سياسة العقاب والثواب. ازاي يعني بيربي كلب في البيت او بيربوا حيوانات في البيت عارفين الطريقة دي قد ايه قد ايه مفيدة. وكل الامهات اللي مخلفين عيال كتير عارفين الطريقة دي قد ايه مفيدة. بمعنى ايه؟ عمل حاجة زعلتك وقلتي له عليها، اما عمل نفس الحاجة تاني اللي زعلتك انت كمان تعملي حاجة تزعله. ما تطبخلهوش المسقعة اللي بيحبها، ما تطبخلوش الكوسه اللي بالبشاميل اللي هو بيحبها، ما تعملوش الحاجات الحلوه اللي بيحبها. محشي ولا تقطمي ظهرك؟ مفيش محشي. بتقعدي بالساعه تقعدي عشان تعملي حله محشي عشان نفسه في المحشي تعملوش. بيتاكل في ثانيه وما بيشبعش. يعني لما تعملي جنبه فراخ وتعملي جنبه ملوخيه وتعملي بيبقى يوم يوم صعب. لو عمل حاجه بتحبيها وبذل جهد في العلاقه انت كمان تكافئيه. تقومي ماليه الفرن بقى كيكات وتورتات وهريسات ومحاشي وفراخ محمره. وفكري ايه اللي بيحبه في دولابه اعمله له، البرفان اللي بيحبه حوشه واشتريه له. او هيمشي معاكي. لا بس في حاجات انتصار مهما عملتيها يعني مهما حاولتي ما تقدريش تغيريها. يعني مثلا لو جوزك بيحب الاكل جدا 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 مش ممكن وهو تخين وبكرش وبياكل اكل يضره صحيا مش ممكن. بتشيل صورته على التلاجة. مثلا صورته على التلاجة ايام ما كنا رشيع زمان عشان يتقهر على نفسه. أيوة. بس برضه ما بيجيبش نتيجه. فلو مثلا جوزك من الناس اللي بيحبوا الاكل جدا جدا ما تحاوليش تخليه يبطل ده لانه حتى فشلي ومفيش امل حته سد. مثلا شجعيه انه يمشي، شجعيه انه يتحرك اكتر، شجعيه انه يلعب رياضه. لو جوزك مثلا ما بيحبش يصحى بدري، في رجاله كتير جدا خصوصا في مجتمعاتنا العربيه ما بتحبش تصحى بدري. الست بتتعود لانها بتنزل عيال المدرسه، لانها بقى وراها حاجات في البيت فبتتعود تصحى بدري. بس الراجل عموما لو ما عندوش شغل بيجبره انه يصحى بدري ما بيصحاش بدري. فانت ما تحاوليش تنكدي عليه وتنغصي عليه وتقريفيه وتبداي اليوم بقرياف انك تصحيه بدري. لو عايزه تعملي معاه مشوار اجلي مشوار شويه وشويه شويه هيبدا يتاقلم. يبقى الطفله المدلل. لا عايزه تعمري في الجواز يعني. لو اتجوزت اصلا اصلا
في تطهير انا ليه كده زي الفل نصيحه لا لازم تجرب طبعا لا. طب ابقى اسمعك في حلقه ثانيه قولي ما اتجوزتيش لي شيماء نجاح تعلم في تقرير تعالوا نطلع نشوفه ونرجع تاني نكمل ازاي تخلي جوزك خاتم في صباعك الاهتمام والحنية وان انا اهتم بمظهري قدامه ممكن اعمله اكلة حلوة وديكون حلو في البيت بعدها اقول له انا عاوزة ايه اعرف اكسبه ازاي اعرف هو بيحب ايه مثلا واعرف اضحك على عقله يعني ان انا احترمه اخرجه مرة مرتين افاجئه كده يعني لا مش حاجة اسمها مطيع ومش مطيع هي دي اللي بيودي الجواز في داهية اطبخ كويس اتقي ربنا فيه هصاحب امه بس انا عايزه اعلق معلش ثانيه واحده انا عايزه انا كنت اعلق معلش اسمحي لي عايزه اقول حاجه احنا ساعات في ستات بيبقى عندها هوس السيطره افتكرت الكليب بتاع تامر حسني بتاع يا تعب كل الناس افتكرت ايه ده الكليب واللي على الفقره اللي بتقولها يا تعبة كل الناس يا متحكمة يا مسيطرة يا اللي بتاخدي تعليق على التقرير شبع فقرتك طب ماشي اتفضلي على الله لا قولي لا والله لا خلاص على التقرير طب بقولك امسكي الشراشيب بتعمل كده على دلع عايزة اعمل واحدة كده على فوق على فوق ايوه كده ابعدي عن المايك على دلعونة وعلى دلعونة بس مش طويلة قوي ما بيعملش كده بصوا على هيدي دي مجنونة هلك تعمليها يعني انا قاعده ببص شدي في شعرك انا قاعده ببص اشوف نعم يا حبيبتي انت هتقولي لي انا اعمل ايه لا انت قادرين شدي شعرك مثلا اسمع كلامك في شدي شعرك يعني اقول لها اعملي ايه شدي شعرك مش هشد شعرك طيب. اما لقيت لك كز للشرشومه مش شرشومه مش مشكله مش شعر الله اقول عايزه اقول البقين اتفضل عايزه اقول انه في ستات بتبقى ما عندهاش حاجه عايزه تغيرها في جوزها او ما عندهاش حاجه عايزه تعود جوزها عليها بس بيبقى عندها هوس السيطره للسيطره الستات دي بتبقى كل هدفها في العلاقه ان هي تخلي جوزها بجد صلصال في ايديها وجوزك حتى لو لطيف وظريف وعايز يريحك ويعملك اللي انت عايزاه لو هو شخصيته قويه وراجل بجد وحاس ان انت عايزه تسيطري عليه للسيطره هيقلد وهيعمل كل حاجه عكس اللي انت عايزاه خدي بالك من العلامات المميزه لحياه جوزك بمعنى ان هو من نوع مثلا اللي بيصحى الصبح اول حاجه يعملها يسحب اي مجله او جورنال بتاع اليوم في هذا الصباح يسحب علبه سجايره يقف يعمل قهوته ياخد فنجان قهوته ويخش الحمام بيقعد النص ساعه دي في الحمام بيستحمى وبيحلق دقنه وبيخش التواليت وبيشرب قهوته وبيتفرج على المجله وبيشرب سيجاره كل ده جوه الحمام النص ساعه دي لو انت بوظتها له يبقى انت قلتي مزاجه صدعتيه ما ينفعش بقى ابقى انا عارفه ان النص ساعه دي فارقه في يومه وفي حياته واكتر حاجه متمسك بيها متعود عليها وانا بقى يحبك وهو جوه الحمام انا عايز انزل اروح الشغل اتاخرت قوي انت كل ما تقعد نص ساعه في الحمام ما انت عارف ان هو بيقعد نص ساعه في الحمام ما تخش قبل منه بوده عايز يخش الحمام بوده مزنوع مش خارج مش خارج اتصرفي ما احنا الشقه بحمام واحد اتصرفي بيشتري شقه بحمامين يبقى انت تدخلي قبل منه او تدخلي بعد منه حافظي على الساعه دي حافظي على العلامات المميزه في يومه عشان ما تقليش مزاجه فهو يقل كمان مزاجك او يعند معاكي في كل حاجه يدور بقى انت على مزاجك في يوم ما يعملولكيش بس ده كده دي الحاجات اللي انت قلتوها دي هي اللي هتخلي الراجل خاتم في صباع الست ده العكس تماما طب ليه؟ لما هي ماشيه بقى على طرطيف صباعها ده هي اللي خاتم بقى في صباعه وعايشه عشان سعادته خلاص دي ساعه يعني ايه ساعه ونص ساعه الصبح حمام ساعة ونص ساعتين بالليل نايم ساعه ونص من حقه ببيته يبقى عنده ساعه ونص خاصه بيه لما بتعملي الحاجات حتى الساعه ونص مستخسراها فيه طب ماشي وهي بقى وهي جت حطت شويه زبادي كده وحطت خيرتين على وشها ولا هيسيبها تاخد وقتها لا هيسيبها تاخد وقتها هو مش شايفها اساسا القرف اللي انت عاملاه ده ايه العك كده لا 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 مش الزبادي دي العيال اولى بيها ياكلوها لا كويس قوي بتحافظي على بشرتك عشان تطولي معانا ده مين بدل ما وشك يقع بدري بقى ده كلام في الاخر افتكرته في البلكونه بكوشه تنشفي عشان ما تنقطيش على الارض بس لا بصي يا شيماء لما تسيبيه يعمل الحاجات اللي بيحبها وتعمليه وتريحيه في بيته
تقدري يبقى متقبل منك لو عايزه حاجه يعملها لك، لو في حاجه مضايقاكي منه يغيرها لك، لان انت لما يحس انك مريحاه ومش عنده معاه في كل حاجه هو كمان يبدا يتقبل منك. انا قصدي ان هو ده انت صح. عفوا انا فهمت. هنريح فهمت. استوعبتي من هدي. تعالى يا شبنا. طب انت ما تعرفيش السكه دي، انت خط ضرب على طول. انا بصي يعني اديله المفاتيح، اديله المفاتيح. انا لسه ربي الملك متربي قال من عند ربي، انت خدي واحد جاهز او ما تتجوزيش احسن وتعيشي حره نفسك ملكه زمان. انا دلوقتي مش بسال نفسي انت ما اتجوزتيش ليه، دلوقتي مش بسال نفسي، انا دلوقتي بقيت متاكده. انت اكيد اتاكدتي انه نجاح ومسؤوليه وتالق، وعشان كده هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني بالفقره الجديده. اول حاجه ما تعمليهاش انك تتعلقي بيه، بدل ما تروح تقعد عندهم ساعه تروح تقعد عندهم يوم وعايز تبات لتاني يوم. وماله وماما تنام كده برضه على الاوضه كده بيخلص بسرعه. نلعب. انت ليه ما بتبدايش على نظافه بالبلدي كده؟ بعد ما كنت كل يومين انت واصحابك مرميين على الكافيهات، وكان اصحابك دول احلى شله واحلى ناس وما لكيش غيرهم، فجاه يكلموكي اصل انا مع حوده. ما ترتبطيش بيه عاطفيا ارتباط يوجعك بعد كده. سوء ظني فيه بيتعبني وبيقلقني. يا معقده يا معقده سامع في بطني نك صوت كركبه. ده بجد نادر عبد الله كاتب الجمله دي. لا بس انا قلت انسبها له يعني. ورجعنا لفقرتنا الجميله، تعمل ايه وانت بتحاول ترتبط؟ يعني وانت بتلطف في الاول خالص قبل مرحله الارتباط بقى، وقبل مرحله تليفونك كام وتليفوني كام وساكنه فين، وتبقى عارف ماما وبابا والعيله والنادي وعارف كل حاجه. في مرحله كده في الاول لطيفه كده انت بتبقى لسه بتتحسس مكان قدم رجلك في اول خطوه، يا تنزل بير وتاخدك يا اما بتقف على ارض صلب. تعمل ايه بقى في بدايه نمو العلاقه؟ تعمل ايه؟ انا مثلا شايفه للبنت ولسه في كده في الجو اعجاب كده طاير متطاير، وحاسه ان هو بيعمل الخطوات الاولى كده وبيعمل كيوبيد بيقوم حواليه. ايوه بالظبط كده. اول حاجه ما تعمليهاش انك تتعلقي بيه او تحسي. بس قال لي يا ساتر يا رب. لا هقول لكم ليه يا ساتر، لان هو ممكن يكون في الاول بيبدا ياخد الخطوات الاولانيه في العلاقه وبيبدا يقرب عشان يشوف الدنيا ماشيه ازاي، هيستلطفيها هيستلطفك، هتاخدوا العلاقه المرحله بعد كده. ففي مرحله التظبيط، لان احنا مش لاقيين مصطلح يعني يوصف، في المرحله دي ما تتعلقيش بيه، ما ترتبطيش عاطفيا قوي بيه، لانه ممكن انتوا بعد كده هو يحس انه لا انت مش مناسبه، او هو يحس انه لا هو حاسس باحساس في الاول، ولما دخل شويه في العلاقه لا انه مش مبسوط مش عايز مش مقتنع فينسحب، ويكون هو الراجل لسه ما عملش حاجه خالص على فكره تؤخذ عليه، بس انت تكوني بقى عملتي بقى احلام ورديه وبنيتي قصور فظيعه وبتاع فتتوجعي. ففي اول العلاقه ما ترتبطيش بيه عاطفيا ارتباط يوجعك بعد كده. وحاجه تانية كمان برضو ما تعمليهاش انت بقى وهو، انكم اول ما خلاص تتصاحبوا قوي فالفتره دي بيبقى هو متعلق بيكي قوي، فانت بتحسي فجاه انك مستغنيه عن الدنيا وما فيها. بلاش بقى تنفضي لكل اصحابك، وبعد ما كنت كل يومين انت واصحابك مرميين على الكافيهات، وكان اصحابك دول احلى شله واحلى ناس وما لكيش غيرهم، فجاه ما بقتش محتاجه لهم، فجاه يكلموكي اصل انا مع حوده، اصل انا خارجه مع حوده، اصل حوده بيكلمني، ويقعدوا عين العيال يرنوا عليكي ما تعبرهمش. كل ده هتلاقي نفسك بعد كده حوده كارتلك وانت مكمله لوحدك كده زي الفلس كده، ولا اسمه ايه فسل زي الفسل كده لوحدك، وانت هتبقي خسرت اصحابك في المرحله بتاعه التمهيد طبعا، وهو مش هيكمل معاك اصحابك اللي باقيين، هتبقي خسرت كل حاجه كده. صح. سوء ظني فيه بيتعبني وبيقلقني وبخاف يسيبني. الله. دي اغنيه صاحبتي رانيا اسمها سوء ظني، كاتبها نادر عبد الله. اللي هو بيخش العلاقه ومتوقع انها تفشل، بيخش العلاقه ومتوقع ان الاخر هيسيبه، زي علاقه قبل كده وعلاقه قبل كده وعلاقه قبل كده، فباني علاقته دي في بدايتها على كل مساوئ علاقاته السابقه. عايزه اقول لك حاجه، بيطبق كل عقده السابقه على ده.
يعني ده لو اتاخروا نتصل يبقى زي ابراهيم واسماعيل اللي سيبنا بعض اللي اتاخروا ساعه وكان بيخوني. طب انت ليه ما بتبدايش على نظافه بالبلدي كده؟ ليه في عقد في العلاقه؟ ليه دايما في حرص شديد؟ ليه في عقد؟ يعني ليه في كده؟ ما تبداي كده عادي وكانك اول مره تعرفي واول مره تحبي واول مره ترتبطي وتبداي كده بنيه صافيه. ليه دايما عندك سوء ظن؟ ليه دايما عندك عقد؟ ارمي كل العقد والتجارب السابقه على وعسى يكون ده او تكون دي احلى معرفته وشفت في حياتك. بمناسبه العقد، كان ليا واحد صاحبي اسمه ابراهيم كان كاتب برضو اغنيه برضو الحن وتاليف نادر عبد الله صاحبي الجميل، كانت اسمها يا معقده، كان بيقول فيها يا معقده يا معقده سامع في بطنك صوت كركبه. برضو دي اغنيه جميله قوي، ومش عارفه فعلا ليه الناس بتبقى معقده. ده بجد نادر عبد الله كاتب الجمله دي؟ لا بس انا قلت انسبها له يعني، فان شاء الله يكتبها يكمل هو عليها الاغنيه. فتعالوا بقى نشوف تقرير على ما كلم نادر عبد الله اقول له ياخد الاغنيه دي كادو مني دي. شوف الوحل بينزل عليا فجاه. لما بكون قاعده مع حد لاول مره وبيبدا بقى يتحكم ويفرض سيطرته ويكون اصلا ما يكونش فيه اي حاجه، احنا لسه بنتعرف على بعض يعني. ان انا بكلمها اول علاقتي بيها تبقى رقيقه قوي جدا وبتاع وما ينفعش، بعد كده اول ما اختها تيجي تكلمها لا ايه انت فين وتقلب واحده تاني خالص. طريقه التعرف ذات نفسها ممكن تبقى غلط، ان هو مثلا يبقى جريء قليل الذوق كده او هي كذلك. يحاول يمسك ايديها من اول يوم، يحط ايده على كتفها، فاهم؟ الحاجات دي بتيجي بتاخد وقتها يعني، ما تجيش مش من اول مقابله يعني، فده ممكن يبوظ اول مقابله خالص يعني. قليل الذوق شويه في طريقه كلامه، حسيت ان هو مش مهتم بيا زي ما انا عاوزه يعني. في واحده ممكن تبقى شايفه نفسها شويه، واحده تبقى حاسه ان هي حاجه عاديه، واحده تبقى حاسه ان هي اقل من العادي. ان انت تيجي تكلم البنت مثلا ساعتين ثلاثه ولا حاجه وبعد ما رصيدك يخلص هي ما ترضاش تكلمك. التشيك اهو، انت مثلا حسابك كذا وانا حسابي كذا، انها تبقى دمها تقيل وتحاول تستظرف بس. ان هو ممكن يسيطر عليها وفاكر ان هو هيتحكم في شخصيتها ويمحي شخصيتها اساسا. طريقه كلامها لو تقدر مثلا تقول لي مش اعرف مش اعمل، الحاجات دي بتقفلني جدا من البنت. ان هو مثلا يجي مثلا مش لابس كويس، الارتباك والتوتر وكده. ان هي البنت مثلا تتساهل او ما يبقاش لها شخصيه. هادي نعم. ثانيه واحده هتعطيني هقطعك وعايزه اعلق لاني مش قادره. الراجل ده قال حاجه انا عايزه اعمل عليها فقره حلقه كامله. إيه؟ الناس اللي بتقول مش اعرف انا مش اكل انا مش هعيط انا مش عيط. هي مش بتقول كده بالكده، انا مش اعمل مش عيط انا مش اروح مش اكل. القلب تتدلع. انتوا ايه الظرف والتقل اللي انتوا فيه ده؟ ليه بتقولوا كده؟ انت ليه فاكره انك لما تتكلمي بالطريقه دي الراجل هيبقى يعني انت بتنبهر غير عادي؟ راجل كده مصري جميل قال الحاجات دي بتقفله من اولها وبتبوظ العلاقه. اتفضل يا هدهود. صح. كمان وهو بيظبط وانتوا في بدايه العلاقه تبداي انت تقولي امتى هيقول انه بيحبني، يعدي شويه وقت فيريحك اخيرا ويقولك انه بيحبك. بعد ما يقولك انه بيحبك ترتاحي انت بقى ازاي؟ ابسولوتلي اتجوزني. لا انت بقى هيطلب منه يخطبني. فوت شويه وقت وانت كل ده بتهري في نفسك ومش مستمتعه بوقتك وبتضيعي احلى فتره في علاقتك يمكن بيه على مدار عمرك كله. ممكن تقولي له ويحرجك يقول لك يعني ما تستبقيش الاحداث. كانت واحده صاحبتي كده، كانت واحده صاحبتي كل شويه تقول له ايه واحده مش هتخطب، فيقولها ما تسبقيش الاحداث سيبينا نستمتع بالوقت ده ونتعرف على بعض. اتخطبوا يعني الولد يا حبيبي مش مقصر، دخل اتجوز. تقول له بقى ايه انت عايزنا نكمل في الخطوبه دي كتير علشان تفسخ الخطوبه وتبوظ سمعتي. بصي اللي هو نهايات سوده دايما شايفاها. فالواد راح فعلا اللي هو من كتر النبر بتاع فعلا سابها يعني. نكديه يعني كمان. اللطافه بقى بزياده والغزل بزياده والعسل والخفه واللطافه بزياده وزياده زياده زياده لغايه ما بقيت ملزق وهي لزقت. فالعلاقه اللي زيته ببعض العلاقه بقت كلها ملزقه. خلينا نبقى ملزقين، ما نبقى حلوين كده وعسلنا قليل يعني. ما ينفعش انا اقعد اتكلم حد 10 ساعات في التليفون. ما ينفعش الناس كلها بتجيب هدايا عاديه ومتوم انت رايح جايب محوش معه جايب هديه اوفر كده يعني جايب ايه تورته 5 ادوار ليه وفرح
ما ينفعش مثلا انت جايب لها مثلا هديه فتقوم ايه جايب لكل عيلتها هدايا هدايا بتبهر العيله يعني. طب والله ده جميل. لا بس في زياده يا شيخه يا ريت الاقي واحد كده. ليه مش بالمعقول؟ يا رب الاقي واحد كده. طب بدل ما تروح تقعد عندهم ساعه تروح تقعد عندهم يوم وعايز تبات تاني يوم. وماله يبات ليه يعني؟ واحنا نعرفه يا اختي عشان يبات عندنا. وماما تنام كده بيخلص كده بيخلص بسرعه. نلعب بس السلم والتعبان مش هنعمل. طيب انت يجي يقول لك ايه اعرفك على اهلي؟ تقوم واخدني معرفني على كل عيلتك كلهم احنا لسه ما ارتبطناش. صلة رحم. ليه؟ صلة رحم مع عيلة مش بتاعتك. جميلة. ما انا ان شاء الله ابقى واحدة منهم يا رب. فحاولوا تبقوا مش يعني بالنسبة نصيحة للراجل ونصيحة للست ما تبقوش كده مدلوقين قوي كده. ادوا حبة وشيلوا حبة لبكرة. صح. وبعد بكرة وبعد بكرة. العلاقة لسه فيها أيام طويلة. مش لازم النهاردة نعمل كل حاجة. صح. والنهاردة نودي كل ما عندنا. خلي عندنا شوية ونديهم شوية. تعقيب صغنن على كلامك يعني مضطرة ان انا اخرج من موضوع صلة الرحم واكمل على النقطة بتاعت نصر لانها للأسف صح يعني. في بقى واحدة كمان البنت اللي تروح عند حماتها يبقى مثلا خطيبها في الشغل فهي تروح الواخدة نفسها قال يعني خلاص واحدة بقى من العيلة وعايزة تحسس حماتها ان هي يعني بنت عشرية ومفيش تكليف فتروح راحة يا ماما لا انا جبت النهاردة وهتبخلك وتروح داخل على المطبخ ف الحمه مش هتحب ده وهتبقى متضايقه وهتزعل ومش عايزه حد يخش مطبخها ولا يعرف خصوصياتها وفي نفس الوقت على فكره برضه لو ما دخلتيش وما رحتهاش تقول لك دي تنكه وانفه وما بتجيليش ففي كل الحالات الجوازه هتبوظ. خلاص كده نقفل بقى الفقره. وبكده نكون وصلنا لنهايه فقرتنا ونتمنى ان انتوا تعملوا كل حاجه حته 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 بلاش كله 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 كده ونطلع فاصل ونرجع للفقره اللي بعد. كلنا في المدرسة مش عارفين قيمة المدرسة. المدرسة دي أحلى سنين العمر. المدرسة كانت حاجة تانية ما حسيناش فعلا بيها إلا دلوقتي للأسف. تعج وقت مصر بيه تعج وقت مصر بيه. على فكرة أنا اللي كنت بعمل كده. حياة العالم. أنت زوغتي في المدرسة قبل كده؟ وأنا مرة وحيدة. مرة بس مامتي مشيت ورايا وأنا كنت شايفاها فدي دخلت فيها المدرسة، الباقي كله كنت بزوغ. أنت متأكدة إنك كنت في مدرسة؟ ده لما كانت بتحصل مشكلة في المدرسة أنت اللي تحليها. كانتش يحلها إلا أنت يا شوش. الفقرة دي فقرة حلوة جدا بجد. أنا مش دايما بقول فقرة حلوة جدا بس هي فقرة حلوة قوي. ليه؟ لأن الفقرة بتتكلم عن الحاجات اللي اتعلمناها في المدرسة وذكريات المدرسة. المدرسة دي أحلى سنين العمر حقيقي. وأنا فاكرة كويس قوي لما كنت في المدرسة زمان كنت دايما أقول لماما إمتى بقى أخلص المدرسة؟ إمتى بقى أتخرج؟ إمتى بقى أخش الجامعة؟ كانت دايما تقول لي يا بنتي أحلى سنين العمر دي سنين المدرسة ودايما هتقعدي تفتكري الأيام دي وتقولي يا ريت يا ريت الأيام دي ترجع تاني. فإحنا النهاردة هنتكلم عن شوية ذكريات وشوية حاجات اتعلمناها كده في المدرسه وعمرنا عمرنا ما هننساها في حياتنا. طبعا ايام المدرسه يا ريت تعود تاني. كلنا في المدرسه مش عارفين قيمه المدرسه وكلنا في الكليه. صح. مش عارفين قيمه الكليه. اول ما نبدا نخش بقى معرك الحياه نقول ولا يوم من ايام المدرسه. فهم. حتى لو كنت بصحى الساعه 6 الصبح انزل في عز المطر والتكتكه والناس كلها تحت اللحفه وتحت البطاطين ولا يوم من ايام المدرسه. عشان كده بقول لكل الناس اللي لسه في المدرسه واللي لسه في الكليه استمتعوا قوي قوي بالفقره دي من حياتكم. مش هتلاقوا شبهها ولا زيها. براءه الدنيا جمال الدنيا كل حاجه قدامكم مبشره مش حاملين هم حاجه. اول ما تخلص كليه وانت كراجل تخلص جيش على فكره وانت داخل الكليه بقى. وانت داخل برضو الكليه تبدا تفكر هتعمل ايه. على فكره برضو حلاوه الجامعه مش زي حلاوه المدرسه. صح. بس برضو ايام الجامعه ايام حلوه حلوه بس وانت مش قد المدرسه بقى. وانت كده يعني طفلة. برضو المدرسه كانت حاجه تانية ما حسيناش فعلا بيها الا دلوقتي بالزبط. للاسف من الحاجات بقى اللي بتحصل عندنا في المدارس وثابته في دماغنا ان دايما كنا في طابور الصباح تعج وقت بقى صحابات ده جوه مصر. على فكره انا اللي كنت بعمل كده. حياه العالم. انت بتعملي الرجال على البتاع ده. كان دايما يبقى عندنا فرقه ورا موسيقيه كده بتقف من الطلبه ودايما يقف الناظر عشان تحيه العالم وبعدين نطلع الفصل المدرس يخش الفصل اول ما يدخل كلنا نقوم من على الديسك يقول لنا صباح الخير صباح الخير يا استا. فدي ذكريات لا تنسى. نقوم بنشاط كده ونقعد بنشاط ونطلع كويسات ونطلع قلم يعني لقطه في المدرسه انا لن انساها طبعا لاني 6 سنين ابتدائي 3 سنين اعدادي 3 سنين ثانوي مش ممكن حد ينسى ده مش ممكن طبعا.
صح. وحاجة تانية كمان لما كانوا يقولوا لنا مثلا اكتبوا موضوع تعبير، فتلاقي العيال بقى ايه كل واحد فاهم، والعيال قد كده واحنا صغننين لسه في ابتدائي، تلاقي الواحد فجأة قلب الفنان نجيب محفوظ، تلاقيه بدأ موضوع التعبير مما لا شك. شك مين يا اللي تتشك في بطنك؟ في معلومة غريبة جدا كنت دايما اسمعها في المدرسة بالذات في الثانوي، يقول لك ايه اللي هيدخل بقى علمي هيبقى شاطر قوي، والله بقى لو علمي مش علوم علم رياضه يا بقى ده داخل هندسه راشي، وعيال بقى مثلثات وهندسه ميكانيكا، اللي هيخش ادبي ده البليد بقى، العيال مش عايزه تذاكر، العيال هيطلعوا بقى يخش كليه اداب كليه تربيه ويقعدوا بقى يذاكروا علم نفس وكل قرايه وما فيهاش حسابات. فطول اعدادي عشنا حياتنا كلها فاهمين ان يخش ادبي ده فاشل، اللي يخش علمي ده يبقى انسان ناجح، وده بقى طبعا لو دخل علمي كمان علمي رياضه يا فطول وقت واحنا في اعدادي بدانا نفهم موضوع علمي وادبي والحاجات دي، في اعدادي بدانا جهد غير عادي اللي هو انت ادبي انت علمي يا عبقري علمي علوم ولا رياضه؟ علم رياضه ازاي يا حبيبي انت ساكن فين ونمت تليفونك ايه يا حبيبي؟ ليه ده بيطلع من الادبي ناس اولا مؤلفين ومربيين وبيطلع ناس بيألف يعني لا بيطلع منه حاجات كويسه صحفيين وشعر وناس كتير وخارجيه كل اللي في الخارجيه معظمهم ادبي سياسه واقتصاد سياسه اعلام كل دول ادبي تجاره ما بنقللش من قيمه العلمي ولا بنقلل من قيمه علم العلوم، علم العلوم دول بالاحياء اللي بيخرجوا بعد كده طب، بس انت ليه مقلل من قيمه الادبي ليه؟ وليه مقلل من قيمه كليه اداب وكليه تربيه مقابل طب؟ طبعا دي بتاخد 99 او 130% وطبعا دي بتاخد 51.5 بس ليه تقلل من قيمتها برضه؟ ليه؟ مالهم بتوع ادبي؟ مخهم على قدهم مديه ليه؟ مش قادره التزم بالسكريبت عشان ما صدقت جات لي فكره المدرسه دي عشان احكي لكم فيها عن المصايب. احكي لكم مثلا من ضمن المصايب كان عندي مستر بتاع العربي، انا ما بحبش العربي قوي، فكان يا حبيبي بقى واقف على السبوره كده وبيكتب وانا اجيب البوم واخليه واقف ودب البومبة جنبه فيقوم لسه الاذى جاي، فيقوم يا عيني يلف هو خلاص بقى كان زهق يعني لان الموضوع كان متكرر معاه كل يوم، فيلف يقول مين اللي فرجعت البومبه؟ فطبعا احنا ناس بريئه، وخصوصا انا لان انا كان عندي ميكس بقى غريب ان انا كنت شاطره جدا وانا اللي باخد الخرزانه وانا اللي باخد الكشاكيل بتاعتهم، فهم متخيلين ان انا المساعده الاساسيه بتاعت الاساتذه اللي استحاله اذيهم، وفي نفس الوقت انا كنت بعمل الحاجات دي، فاصحابي يعني يضحكوا وانا بص المستر وهو لف له يعني عايز اقول هي قلة الادب ازاي يعملوا كده. ناهيكم بقى عن الحصه الفسحه، كانوا الولاد كلهم ينزلوا الفسحه، انا ابسولوتلي انا كنت بجيب اكياس بلاستيك، ومامتي برضو وقتها تعرف كانت طول عمرها بتسال الاكياس البلاستيك بتروح فين هتعرف، كنت بجيب الاكياس البلاستيك دي واملاها ميه واخزنها في الدرج، فالولاد ينزلوا الفسحه وانا من الدور الخامس زو زو زو، فالعيال كلها كانت المدرسه دايما في شتاء يطلعوا حبايبي بروفلاتهم بتشر ميه. انت متاكده انك كنت في مدرسه؟ وانا يعني دي مدرسه؟ انت متاكده انك كملتي تعليمك؟ لا عادي. عادي؟ يعني ما خطفوكيش من المدرسه وادوكي الاسم وادوكي احداث عادي كملتي دراستك عادي؟ ده لما كانت بتحصل مشكله في المدرسه انت اللي تحليها؟ ما كانتش يحلها الا انت يا شوش. والله انت بتبشري علينا والمصحف واحنا لا شفنا امل ولا شفنا العظيم عمر والله وامين والامين وخلاص. طب بصي وبتسرح بينا سرح والله العظيم زمان اصحابي اللي بيتفرجوا دلوقتي على فوزير رمضان دي خلاص هرجع تاني واحنا هنشوف صحابي فين. لا ما انا عرفتهم بقى بعد ما عملت البرنامج رجعنا لبعض. هتشوفوا قدامنا هنا كده ايه الصح ولا مش لكن الفشل الواسع ده هنجيبهم وبوم تعالي يا شروق لا اجيبهم يعني ما دي مش ما الواد ديون ايه يعني دي مدرسه تبع الوزاره التربيه والتعليم الحاجات الخفيفه انا مش عايزه اقول لك لما كنت بضرب الولاد. نطلع نشوف تقرير ونرجع تاني يا جماعه الكلام صعب قوي. هحكي لكم حكايه الساعه التمارين الصباحيه اللي هو التسقيف وايد فوق وايد تحت والكلام ده واغرب حاجه شفناها في المدارس. في حصه الالعاب ليه انزل حصه الالعاب الاقي نفسي فجاه بنضف الحوش وانا ما اعرفش اصلا نازله ليه. بيقولوا لنا اتعب دلوقتي عشان تستريح بعدين، بس احنا تعبنا ساعتها وما استريحناش ولا بعدين وبعدين ما بيجيش لغايه دلوقتي. يعني زنب رجلك وارفع ايدك ورجل واحده ترفع
حاجات غريبه جدا. هات بذره ايه وزراعه تطلع فول. اللي هيتكلم او اللي يعمل حاجه وحشه هيروح يخش اوضه الفيران. ايه اوضه الفيران دي؟ انا ما اعرفهاش بصراحه. بننزل كتير وبنلم الحاجات من الارض وكانوا مرمطنا يعني الصراحه. السقف السبعيه والحاجات دي كلها غريبه جدا. كانوا بيدونا اكل غريب جدا، كانوا بياكلوا فراخ مثلا. ما تعلمناش. طب لا اللي بنطلع بيها اللاين يعني ذنب زميلي ايه وانا حاطه كتفي يعني ايدي على كتفه؟ حاجه غريبه جدا بس كده. في حاجه في المدرسه مضايقاني خالص. انا انت زوغتي المدرسه قبل كده؟ وانا مره وحيده. لا انا زوغت مثلا اتقفشت. لا يعني مره مثلا مامتي مشيت ورايا وانا كنت شايفاها فدي دخلت فيها المدرسه، الباقي كله كنت بزوغ. وانت زوغتي المدرسه مره واحده في حياتي؟ اتقفشتي ولا اتقفشت واتقفشنا كلنا. وكان يومي مين اللي وزك بقى؟ واهلي عرفوا وكان يوم مهم. مين اللي وزك على التزويغ؟ لا يعني مين قال لك يلا نزوغ؟ احنا يعني قعدنا عصرنا مخنا ان احنا عايزين نعمل حاجه مختلفه وزهقانين فقررنا ان احنا نزوغ من المدرسه. كنا خمس ست بنات عمرنا ما زوغنا قبل كده، ما رحناش حته وما عملناش حاجه وكان يوم مهب ما كانش له اي معنى ولا 60 لازمه واتذنبت بعديها السنه كلها بسبب اليوم ده. واخر حاجه عايزه اقولها في الفقره دي انه لكل الطلاب والطالبات اللي لسه في المدارس، دي احلى سنين العمر. لما كان اخر، احنا دلوقتي عرفنا وتاكدنا انها احلى سنين العمر لان كان اخر همنا امتحانات اخر السنه ودي كانت اكبر حاجه بتوترنا في حياتنا. كل حاجه بعد كده كانت خروج وفسح وكل حاجه بتتعمل لك وقاعده في بيت اهلك مدلعه يعني الحياه كانت جميله. استمتعوا بالوقت ده لان السنين دي احلى سنين في العمر بجد ومش هترجع تاني. فعيشوها وعيشوها كويس وعيشوها وانتم مبسوطين. ونطلع فاصل ونرجع تاني، استنونا. ده لا ده جورج كلوني هو صغير. هو صغير بس ده حد تاني خالص. مشينا لما يبقى شحط ويبقى كرش ودلدل نقول له يا واد ما تجري حوالين البيت، ما تروح هنا مركز الشباب اللي جنبنا هنا تعالى بينج بونج. بينج بونج ايه يا حاجه؟ والنبي بتوديني يا ماما، ما توديش انت بينا عشان خاطري يا ماما، مش عايز اروح مش عايز اروح. جسمي يبوس بس ما اعرفش التمرين يا ماما. ورجعنا لكم تاني مع فقرة السوشيال ميديا ويلا نروح لأول صورة. ده لا ده جورج كلوني هو صغير. هو صغير بس هو ده حد تاني خالص يعني. لا مش حد تاني، بعيد قوي مش لا شايفة. مش حد تاني بس له كويس. لا بالنسبه للشعر والقصه شيل شعره الجميل بس ما كانش وسيم قوي زي ما القمر ده اللي على وشه. الشعر ده ابيض برده وبيدي وسامه. شيل الشعر ده وبصي في عينه يا بنتي. ايوه بس هو لما كبر حلو. لا انتصار، في ناس لما بتكبر بتحلو. جورج كلوني من الناس اللي اكبر مثال ان هو لما كبر بقى احلى كتير ولا يقارن بيه وهو صغير بالبتنجان. طب يلا ليه اعجاب جامد جدا بالرجاله بيبقى شعرهم ابيض الحقيقه. ننزل بالفيديو. عندك ضعف في الشعر الابيض يا شوشو. انت بقى بيلعب كاراتيه. عايز يطلعه على برجل واحدة على السطح. مش عارف. بصي يا حبيبتي. جو. One more time. Forward. No, one more time. Uh-oh, your neck is getting better. Break it. Fighting stance. Follow me. Aya. Ready. Go. Aya. One more time. Get over here. No. No laughing. Ready. One more time. Go. Aya. One more time. Ready, go! واو! اه تمام! مش رايحين غلط! طبعا بعد ما شفنا الفيديو الحلو ده اجمل حاجه فيه نتعلمها ونحاول ان احنا نتعلمها عندنا. شوفوا السن اللي بيبداوا فيه ممارسه الرياضه في الشعوب دي. دي رياضه اساسيه عندهم ورياضه شعبيه عندهم. بصوا السن قد ايه؟ مشينا لما يبقى شحط ويبقى كرش ودلدل نقول له يا واد ما تجري حوالين البيت، ما تروح هنا مركز الشباب اللي جنبنا هنا تعالى بينج بونج. بينج بونج ايه يا حاجه؟ طب خد كره القدم كده والعب لك ماتشين تلاته في الشارع، سلي صيامك في رمضان قبل المدفع زي الواد كارتر. شوفوا قد ايه؟
وبيبداوا معاه من السن قد ايه يشوفوا مهتمين ازاي وبيصوروه؟ لا ده الاهتمام بالاطفال وبالرياضه. ونستفيد بقى حاجه ثانيه اكتر من الفيديو ده، ان شوفوا الولد لما غلط المدرب ولا شتمه ولا هزقه ولا اداله بالقفه وقال له يا عبيش، ولما راحت جايه داخله في وشه بتاع راحت لدعاه من ودانه يا حيوان شايف صاحبك كسرها ازاي من اول مره، سابوه وقعدوا يضحكوا لما الولد اياه في اخر مره اياه كسرها وجابها. شفتي صبر المدرب بالظبط، وشوفي احترامه للطفل. هو مدرب، مدرب مش مش معذب، مش جاي يطلع عقده عليه. وشفتي الطفل انتصر في الاخر ازاي؟ ما انا بقول لك فهيتعلق بالمدرب وهيتعلق بالرياضه، هيتعلق بالصبر. بص يا جماعه الاخرانيه دلوقتي العيل انت بتاخديه للتدريب دموعه عينيه ويصوت وبتشديه من الباب، خش مش عايزه اخش بكرهه وبيضربني بيرزني بصي الجلط بصي. المدرب بقى بيشيل فانيله ومعضه. انا قاعد مش بقول لك احسن اخنوقك لو قلت لامك ضربتك. دي رياضه دي ولا تعذيب؟ العب العب. فالواد بقى بيروح البيت تجيله كوابيس وتيجي تنزليه تاني يوم التمرين تبقيش عارفه فيه ايه، والنبي بتوديني يا ماما ما توديش التمرين عشان خاطري يا ماما، مش عايزه اروح مش عايزه اروح. مش مهم جسمي يبوظ، جسمي يبوظ بس ما اروحش التمرين يا ماما. ليه بتعملوا كده في الولاد مطفش لهم من الملاعب؟ حرام عليكم يا مدربين. للاسف احنا بعيد قوي يعني. لما بشوف الله ونعم الوكيل. لما بشوف ده وبشوف الرياضه عندنا في مصر بحس قد ايه ان احنا بعيد ورا لسه ورا. قربي وتعالوا نروح تحلها افتحلها دي ونرجع. لا تعالي تعالي لا يلا نروح لفاصل ونرجع تاني. حد بيقول لك ان هو كان في مدرسه اشباح وكان قال ايه بومب في قفا المدرسين. كنت بتدرس في المولد باين عليك. انت متجوز يا عم؟ لا. طب ما اتجوزتش ليه لغايه دلوقتي؟ حلاوته. انت جايبين تعاون هنا ولا ايه؟ استني انا هقول حاجه صغيره وانت كملي يا عم. مش ستايل. انا كل اللي قلته في فقره المدرسه ده كده. طبعا. مش انا. واللي جاي كده. مبدئيا كيوت قوي بصراحه. انا سعيد قوي انت جبتوني هنا النهارده. احنا اكتر. اهلا بيكم بعد ما رجعنا من الفاصل. فقره الضيف اللي انا بحبها قوي قوي، والضيف بتاعنا النهارده خريج معهد فنون مسرحيه، خريج اكاديميه الفنون، ممثل شاب كوميديان دمه خفيف متفوق وشاطر وموهوب، الفنان عمرو القاضي. اهلا 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 الشياكة دي. بص بقى يا عمرو، بص يا حبيبي، انا قبل ما انت تيجي انا ساكته بين نص ساعه. لما انت بتسكتي دايما معروف عنك السكوت. على حد بيقول لك ان هو كان في مدرسه اشباح وكان قال ايه بومب في قفا المدرسين، اكياس ميه في قفا اصحابه. كانت بتدرس في المولد باين عليك. حديقه الاسماك وبنزوغ عادي كل يوم، ما حدش قدر يكلمنا. كل يوم كنت بتعمل ايه في حديقه الاسماك؟ ايوه لا بس نيجي مع بعض كده بنروح وصريحين كده عشان خاطر بس نقول لنا ولا عنك بتعملي في حديقه الاسماك. انا اصحابي كانوا انت مين؟ اصحابي بقى مين؟ البنات بقى انت مين؟ بقى انت مين؟ وانت عارف النوعيه بتاعتي دي دايما في الصحاب بتبقى مالهاش انتيم، فكنت بروح معاهم عالي عليهم كده وهم يانتموا وانا افرم اقعد ابرم كده في الجيم او بتلبس السندوتشات بتاعتهم ساعات والله. طب طب اخره البرم في حديقه الاسماك اثمر عن ايه؟ ولا حاجه زي ما انا قاعده كده اهو قعدت في البرنامج كل يوم بيجي لنا ضيف اسمر عن حاجه. لا يا هل تفتكر ان انا انا عرفت الهدف من دخولها البرنامج ايه؟ عرفت بتعمل ايه في النفسانه يا عمرو في حياتك؟ انت مش لاقي اسئله تساليها له؟ لا كنت لسه هتدور. لا لا وهي ايه دخلها في النفسانه؟ انا اكتر حاجه بكبر دماغي منها اصل هنقعد نفسن على بعض ليه؟ طب بس الرجاله بتنفسن ولا لا؟ لا لا اقل من الستات بكتير. مثلا اصل ايه تفاصيلنا احنا كرجاله يعني؟ لا في الشغل مفيش تفاصيل. هي عامله عينيها ازاي والعقد اللي الشعر اللون اللي احنا هننفسن على ايه بقى؟ ولما قلت صباح الخير اتاخرت تقولي صباح النور. عملت نفسها مش شايفاني مثلا.
لكن الراجل هيقول لي عمل نفسه مش شايفني ليه، هيبقى ليه بيعمل كده؟ عنه ما قال. لا ولو التاني كان شايفني لا هيروح يقول له ايه يا معلم انت مش سامع وعادي مش هحط في نفسي. ممكن ما يروحش يقول له اساسا اصلا اللي هو صباح الخير اهلا وخلصنا. احنا بنقف بقى ونتك قوي. لكن استطاق الله اكبر. لا وبعدين يعني نموذج اهو طبعا متابعكم ما تقلقوش. انت هتقولوا لي في سخيتك حبيبتي اهلا وسهلا. انت متجوز يا عم؟ لا. طب ما اتجوزتش ليه لغايه دلوقتي؟ حلاوته. انا عايزه اقول لك حاجه يا عم. طب استاذن انا. لا لا يا عم. انتوا جايبين صحابي ولا ايه؟ استني لا اقول له حاجه صغيره وانت كملي. على فكره يعرفها من زمان عمره ما بص لها يعني مش ستايل. نعم مش ستايل. انا كل اللي قلته في فقره المدرسه ده كده. طبعا. مش انا. واللي جاي كده. مبدئيا يعني اللي جاي كدب اكتر. طب معلش عايز اسالك سؤال بما ان انت مش مرتبط يعني ايه مواصفات فتاه احلامك؟ ما تقوليش ابوس ايدك. ما تقوليش شخصيتها روحها وتفكيرها. احنا عايزين ده كله مهم. عيله صغيره انا عايزه اعرف مواصفاتها. نقعد مع بعض الله اوفر. هنقعد بقى قاعدين عايشين في مؤتمر. ده هو الجواز بايخ اصلا. ده الجواز بقى صح ولا مش صح؟ يا دمه تقيل ومسؤوليات ومسؤوليات تمسكي بقى ساعتها كيس الميه وفرقعي وبرده فوائد ساعتها صدقت. لكن ايه بجد مواصفاتها يعني الشكليه؟ لا لازم يعني مديها على ايه؟ لا ما تشاوريش عشان خاطر ايه؟ هو انت مش عارفها من زمان؟ ايه؟ مش من قوي يعني بس يعني يا حبيبي هو صح؟ انا بقول مديها على ايه؟ لا سمباتيك على فكره يا انتصار. لا انا بقول ما ينفعش يعني انا لا لا نبقى محددين. عايز اجيب له سمباتيكيه على قده بسبوسيه على قده يعني ما فيش امل خالص كده. بمبونايا بشيمو ده امر. بشيمو ده امر. انا طول انا طول ده تبقى امي دعت لي. ادعي يا حاجه متعلمش ادعي ما تدعيش عليا. ادعي عمرو. هو دلوقتي احنا ليه ما اتجوزناش لغايه دلوقتي؟ هقول لك على حاجه يعني انا من الشواهد اللي شفتها حواليا ارد انا مكانك؟ لا اهدمت شويه انت جاي. لا 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 بصي انا ما شفتش غير ناس عندها وجع قلب في الجواز في كل الناس اللي شفتها حواليا. فانا قعدت افكر طب لا اجل وتعلم وافهم عشان تستوعب وفي الاخر تبقى عارف تختار شكل حياتك ايه. مش فكره تختار هي بالظبط ايه لان اكيد ما حدش هيختار حد كامل طبعا. لكن تختاري شكل الحياه اللي تعرفي تعيشيها عشان تعيشي مبسوطه. لكن ثلاث ارباع الناس البوز 24 ساعه في البيت لانه شافوا بعض كتير. طب ايه المانع انه يوحشوا بعض يعني يبقوا اصحاب؟ يعني ايه المانع انه الاثنين متجوزين دول يبقوا اصحاب؟ صح يعني روح فك سافر مع اصحابك اخرج يعني يعني تعالى. لكن فكره انه رايح فين جاي منين وهتسافر ليه رجلي على رجلك اكسر رجلك على رجله ليه يعني ليه فتبقى الحياه لطيفه يعني. ده اللي مأخر قرار الجواز عندك؟ لا طبعا يعني بالطبيعه طبعا فكره الواحد بقى الحياه والتفاصيل والشغل وبتاع بس يعني ده كان جزء من الموضوع. لكن احتمال قريب قوي ممكن. لا من غير ما تبص في الورق. بص كيوت قوي كيوت قوي بصراحه. انا سعيد قوي انتوا جبتوني هنا النهارده. طب انت بتشتغل بقالك كام سنه يا عم؟ لا كتير. بس بشتغل ايه قصدك على التمثيل ولا بشكل عام؟ لا كتمثيل. لا بتشتغل من بدري انت؟ جربت اشتغل شويه في الصحافه وبعدين يعني كان برضو من باب انه اصرف على نفسي من وانا صغير. وفكره الشغل ده كان جزء مهم لانه انا يمكن ده كمان ربع عندي حاجه مهمه قوي انه لما هخلف طفل يمكن معامله الولد غير معامله البنت بسبب طبيعه المجتمع اللي احنا فيه. يعني البنت ممكن تبقى مدلله قوي وابقى قادره اوفرها في الحد اللي يخليها في الاخر برضو تبقى عندها قدره على تحمل المسؤوليه. لكن الولد لا هضغط عليه شويه لانه لازم الولد يتحمل المسؤوليه من صغره. وشايف انه كمان لما تيجي اجازه الصيف بالتحديد لازم ينزل يشتغل. لازم يصرف على نفسه. لما هيتحمل المسؤوليه هيطلع بني ادم هيطلع راجل هيعرف يفكر في مستقبله. لكن فكره بقى انه بابا وماما موفرين له كل حاجه
العيال بتطلع بايظه. سيبك انت صح. طب انت حاسس بقى ان فرص الفن موزعه صح ولا عاطل على باطل على جاهل على شلاليه على هبل؟ كل الحاجات دي بتاثر على مسيره الفنان العاديه؟ اكيد طبعا طبعا اكيد طبعا. بتعاني من دعنيت من ده في الوسط؟ طبعا طبعا. بس انا يعني في قراره نفسي بتعامل مع الموضوع بفكره انه مش هعمل غير اللي انا بحبه، لانه التمثيل اصله يعني هو المهنه المختلفه عن بقيه المهن في الدنيا كلها، لانك بتتعاملي مع وجدان ونفسيات وشخصيات. انا بتكلم على الجزء اللي انت هتتعاملي معاه وهتمثليه. فبالتالي في تمثيل مجرد انك بتقولي الكلام بس، عندك الحرفيه في انك تقولي الكلام، وفي جزء ليه علاقه بالتقمص بشكل حقيقي. يعني مثلا انا هقول لك على نموذج، انه مثلا انا من اكتر المرات اللي حسيتك فيها انتصار قوي قوي، وكنت قاعد من اكتر الحاجات اللي كانت بتقعدني عشان اقعد اتفرج، هو انت زاد. لانه صح. حسيت انك تفوقتي على نفسك، والخبرات كونت عندك شيء خلتني بقيت بشوف التدرج الحقيقي للشخصيه. صح. ولاول مره كاني بتفرج على انتصار، ولاول مره كنت بسقف لك في كل مشهد بشوفك. صح. وطبيعتك كانت اكتر من رائعه. صح. ده حقيقي. ده اللي انا بتمناه، انه يعني الخط اللي امشي عليه. وفي نفس الوقت بقيت مؤمن بفكره المشروع، انه طالما انت عايز تعمل اللي بتحبه بس جوه التمثيل بالتحديد، واحنا عارفين بطبيعه الحال انه احيانا بيفرض عليكي بطبيعه الفرصه، وانك عايزه تبقي بتشتغلي وتظهري وتنتشري، انك تشتغلي وخلاص. دي فكره انا رافضها من بدري خالص. ف ابتديت اشتغل على فكره المشروع، انه ازاي تفكر كممثل ان يبقى عندك مشروع، انك تفكر في ايه اللي ممكن تقدمه وتشتغل عليه. وعلى فكره لا الفكره فكره انتاج، ولا الفكره فكره انه ممكن يتحقق ولا ما يتحققش، الفكره فكره الكونتنت نفسه، انك بتقدمي حاجه كويسه قريبه من الناس حقيقيه، على ما اعتقد هتلاقي كل الظروف اللي ممكن تطلع وتنجح كمان. متكلم جميل وحروفك جميله وطريقه نطقك للكلام جميل، وبتشد في طريقه كلامك، وهو ده طبعا خريجين الفنون المسرحيه طبعا. الله اكبر. طبعا الله اكبر. طبعا دول خريجين الاكاديميه طبعا. وبعدين لما بعد مع ثلاث امارات كده ما لازم وكده نكون وصلنا نهايه حلقتنا النهارده من برنامج نفسنا، وكان معانا ضيف جميل كوميديان دمه خفيف، زميل خريج المعهد العالي للفنون المسرحيه، الفنان عمرو القاضي. وتصبحوا على خير، وحلقه جديده بكره ان شاء الله. واديني سبته وشفت اهو ما حصلش حاجه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه. يا احمد قاضي العيال اشتكى، واللي يمشي ورا العيال ما يخلاش من مية البيبي. سيبي اختك الغلبانة العذراء عذراء الربيع ترص النيش تطلع الربا بفرو اللي نتن تحت المرتبة. انا عندي زيادة في الانتاج وسوء في التوزيع، يعني تلاقي حاجات اتكتلت في ألف. انا معايا باسبور احمر بقى، وغيظت بقى هنا انفذ عليكم بقى. طب ما انا هحط عليكم هنا بقى. انا عامل اول.